المقطع الماضي انكتب لي فيه تعليق من سيف، قال لي انه صار في تغييرات باللعبة بالنسبة للبلايستيشن 5 وال4K، رح يكون حلو كتير معنا للعبة، وبالنسبة للحركة الفيزيائية اللي هي الشجر والرياح والمي كتير حلوة معنا، وهذا الشيء بيعطي دفعة للعبة، مو ما غيروا شيء يا صاحبي. انا قصدي مو ما غيروا شيء باللعبة، انا قصدي انه ضلوا حاصرين على 60 FPS، والاف بي اس مهم جدا يا شباب بالنسبة لأي لعبة كانت. فمشان هيك بهذا المقطع تارك لك يا سيف خصوصي لك مقارنة بالنسبة لدخول لعبة على البلايستيشن 5 والبلايستيشن 4، قديش رح تاخذ وقت، وقديش البلايستيشن 5 عامل قفزه خرافيه بالنسبه لللودينج سكرين، وانت رح تفوت على الجيم بالنسبه للوقت. هذا المقطع النهائي بس لإلك، فاذا حابين تشوفوا المقارنه بين هي وهي بدخول اللعبه خليكم لاخر المقطع. ولكن بدايه رح نحكيكم على حدث جلاكتوس اللي رح يكون معنا، شو رح يصير فيه وشلون رح يموت جلاكتوس. طبعا هذا الشيء اللي ظهر امامكم حبيت شفر لكم اياه اصلا بس مشان تشوفوا المقطع هيك تتحمسوا اكثر، لانه رح يكون حدث حلو بالنسبه لنا لفورتنايت. وكود دعم بالاتم شوب ديما 9، لو حابب تستخدموا زر الاشتراك واللايك بيفيدني جدا، وشكرا لكم، ويلا مع بعض. فلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. يا اخي دولة الصين من اغرب البلاد اللي بتشوف فيها العجائب فعليا. انا ليش حكيت هيك بالبداية المقطع يا شباب؟ لانه فعليا الصين هي من اغرب البلاد معنا، بكل شيء بتختلف، بالالعاب، بالعيشة، بالاكل، بكل شيء بتختلف. مثل ما بتعرفوا اكلوا الخفاش وراحوا شلوا الدنيا، فهذا هو الموضوع بالنسبة للصين. الصين يا شباب صفحة فورتنايت تبع الصين نزلت شيء جديد اللي ظهر امامكم، بس هو صار له فترة، هو هذا سكين ارينا او هيك اسمه يمكن تقريبا، ان شاء الله اكون لفظت اسمه صح. ليش مشاركين هذا السكين مع هاي الصفحة؟ هاي الصفحة يا شباب تاع فورتنايت الصين مشاركة هذا الشيء وكاتبة هل هذه انت بالصيني طبعا، فانا ترجمت لكم تعرفوا اومايا مو سندي وانا صيني ولغتي الام صينية، فترجمت لكم طلع معنات هذا الكلام انه هل هذه انت، ومشاركين الصورة اللي هو واحد مصممها او مقترحها على شركة فورتنايت. طبعا هاي ارينا الى كذا تصميم سكين، وما بعرف ايش الناس كتير عم تهتم بتصميم السكين تبعها، مثل مظهر امامكم هدول هن السكنات تبعاتها، وكتير اقترحوها على شركة فورتنايت، ولكن شركة فورتنايت لا حس ولا خبر ولا عم تحكي اي شيء. طيب فورتنايت الصين شو بدها بهالموضوع هذا؟ ليش تشارك هاي الصورة؟ لحد هلا ما بنعرف. طبعا كلاتكم بتعرفوا فورتنايت الصين بتختلف كتير عن كل الدنيا، انه هي الجمجمة ما عندهم شيء اسمه جماجم، وسكين جوست رايدر اللي نزل معنا بالايتم شوب من يومين تبع النار هذا ما عندهم ياب نوب هنن، ولا اصلا نزل على الايتم شوب تبعهم، ولا حتى نزلت عندهم البطوله، ولا نزل اي صوره، لانهم ما بيعترفوا بشيء اسمه جماجم ومدري شو، يعني تخبيص بتخبيص حياتهم. فالمهم شو رايكم بالتعليقات؟ اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، هل هذا السكين ممكن ينزل معنا؟ وليش مشاركينا صفحه فورتنايت الصين؟ وبالنسبه لجلاكتوس يا شباب، جلاكتوس يا شباب كلاتكم بتعرفوا انه هو ثوري اللي هو بده يوقف بوشه، هو اللي استدعى ابطال مارفل بشكل عام مثل ايرون مان ومثل الناس هيك كلياتها، وولفرين وهدول الشخصيات الخارقة كلياتهم، هو اللي استدعاهم مشان يوقف بالنسبة لجلاكتوس. طيب شو فكرة جلاكتوس شو ممكن يصير؟ طبعا كلاتكم بتعرفوا نهاية السيزون رح تكون بشهر نوفمبر، بنهاية شهر نوفمبر ان شاء الله 30 نوفمبر رح تكون نهاية هذا السيزون، رح يكون معنا حدث خرافي بالنسبة للانتقال من سيزون 4 للسيزون 5. طبعا شو رح يصير فيه؟ طبعا جلاكتوس كلاتكم بتعرفوا انه هو جاي من السماء، متوقع انه يصير حرب بين جلاكتوس وبين الابطال الخارقين، وممكن نحن نشارك فيها وممكن نقعد نتفرج نحن ما نعمل اي شيء. طيب هلا انتم رح تقولوا انه هلا هو جلاكتوس شرير ولا لا؟ على فكرة جلاكتوس مو شرير، كل شغلته انه هو يسحب طاقة الكواكب مشان هو يضل محافظ على الطاقة، بس هي شغلته، يعني هو مو مستقصد عالم فورتنايت، وهو ماله شرير. ولكن شو التسريب انيمو اللي انت حكيته ببداية الفيديو؟ مثل ما ظهر امامكم الكوميكس بوك اللي احنا بنعرفها من ايام السيزون 3 وقت صارت تتسرب والقصص هاي، بالسيزون 4 نزل معنا الكوميكس بوك كلاتكم بتعرفوها بتقدروا تفوتوا عليها من قائمة البطل باس. طيب هذا الموضوع شو يعني؟ شو دخل الكوميكس بوك؟ شو دخل معنا جلاكتوس؟ هدول الصور اللي ظاهرين امامكم هدول كمات الكوميكس بوك اللي احنا عم نشوفها حاليا بلعبة فورتنايت. هي الكوميكس بوك هي متاخدة عن قصة ومظبطة ومرسومة وكلاتها تمام. نحن بنعرف انه الكوميكس بوك معروفة عالميا من عالم مارفل ومنتشرة بكل العالم، فهذا التسريب رح يكون عبارة عن انه كمات الكوميكس بوك. كلاتنا بنعرف انه رح ينزل معنا كوميكس بوك، وانا سربت بالفيديوهات الماضية انه في كوميكس بوك معنا، ولكن مو موجودين ولا حتى الشركة نزلته. هاي هي الصورة اللي ظاهرة امامكم، بيقوم ثور بسحب قوة جلاكتوس واستخدامها ضده لقتله على الفور، هو اللي استلم مكان ابوه والكوميكس بوك الماضي اللي ظهر امامكم، فهون بيكون انه هو عم يتقاتل هو وجلاكتوس، ولكن مو ظاهرين معنا اي حدا تاني، مو ظاهر غير ثور اللي هو بيكون عم يقتله. وبعد منه بيحطوا لك كمات الكوميكس بوك بيقولوا لك انه قام بقتله واستخدم ثور خوذ لجلاكتوس كديكور لمدري شو. بتتذكروا ايام الحدث وقت كان في الرجل الالي وكان في هذا الوحش اللي طلع من المي تقريبا وراح اخذوا نقطة الزيرو بوينت او الطابة تبع الزيرو بوينت بهذا الحدث، والآلي اللي راح اخذ سيف وقتله لهذا الوحش، ضل موجود معنا بقلب الماب الجسم او الهيكل العظمي الخاص بهذا الوحش، موجود معنا فترة بالخريطة وصار في شيست وكأنه مكان عادي بالنسبة للعبة فورتنايت. ممكن هذا الشيء ينعاد معنا حاليا، ممكن يصير خوست جلاكتوس هي عبارة عن مكان جديد مرمية بشي مكان.
هذا هو بالنسبه للتسريب، اكثر من هيك انا ما عاد اقدر احكي. فلو في شيء ثاني انا بالنسبه للتسريبات لاحكي لكم اياه. فبدي رايكم بالتعليقات، هل هذا الشيء ممكن يصير معنا؟ وشو رايكم بتسريب هذا الشيء؟ هل هو صحيح ولا لا؟ انا بالنسبه لي هذا التسريب رح يكون تقريبا صحيح بنسبه 70% او 80%. وطبعا قبل الحدث رح يكون معنا شيء جديد اللي هو المؤقت. طبعا بكل حدث بيكون معنا مؤقت بالنسبه لاي حدث بفورتنايت، مثل ما ظاهر امامكم هذا هو شكل المؤقت اللي رح يكون معنا بالنسبه للعبه، عباره عن وقت مثل ما ظاهر امامكم بهذا الشكل. ممكن يكون طالع من الاثوريتي، ممكن يكون طالع من ستارك، لحد هلا ما له وقت ولحد هلا ما بنعرف من وين بده يطلع بالضبط. طبعا كلاتكم بتعرفوا انه باقي تقريبا تحديث نهاية السيزون، وهذا هو شكل المؤقت. رح احضركم مع مقطع صغير كيف رح يكون. وطبعا مثل العادة احنا الحدث رح يبلش عنا من قبل بخمسة ايام او سبعة ايام رح يظهر هذا المؤقت مثل ما تعودنا بكل الاحداث. هلا خلينا ننتقل لموضوع سيف اللي عم يقول لي انه في تغيير وما تغيير. صاحبي موضوع سيف بالنسبة للبلايستيشن 5 والبلايستيشن 4 رح يكون في تغييرات كتير، وهذا الجيل الجديد مو لعبة، الموضوع مو لعبة. وطبعا التغيير رح يكون حلو بالنسبة للفيزيائية تبع اللعبة وبالنسبة للديناميكية تبع طريقة اللعب والهارد الاس اس دي والقصص هي كلياتها. طبعا انا رح اتركك مع مقارنة حلوة كتير اليوم شفتها. المقارنة هي رح تكون بين البلايستيشن 4 والبلايستيشن 5. طبعا هاي المقارنة كيف رح تكون؟ انك انت مجرد ما اول ما تشغل اللعبة قديش بدك وقت لحتى تحمل اللودينج سكرين الاولى، وقديش بدك وقت لحتى تفوت على الجيم، وقديش بدك وقت لحتى ترسبن وتكون بالماو. كل هذا اللي رح اعرض لكم اياه في فيديو بسيط. بدي ارجيكم قديش قوة البلايستيشن 5 والبلايستيشن 4 بالنسبة للودينج سكرين. وفعليا البلايستيشن 5 مثل ما حكت شركة سوني انه نحن رح نحاول نعدم موضوع اللودينج سكرين بالبلايستيشن 5، وفعليا هذا الموضوع قدروا عليه شركة سوني وشركة اكس بوكس سيريز اكس. حاليا تقدر تقول انه الجيلين نفس بعض، ما في اختلاف الزايد، يعني ما هنحكي على التيرلا فلوب والقصص هي كلياتها. هذا الموضوع بس بدنا نحكي عليه اللي هو اعدام اللودينج سكرين. طبعا هي الدخله اللي حتكون على البلاي ستيشن 5 مثل اللي بالاكس بوكس بالضبط، نفس الوقت اللي حتكون. رح اترككم مع المقارنه وارجع لكم. بالنسبة للبلايستيشن 5 مثل ما شفتوا دقيقة و14 ثانية فتنا على الجيم وصلنا داخل اللوبي ورح نلعب نحن وعم نتحرك والوضع كلياته تمام. طبعا مع المراعاة والبينج والنت والموضوع هاد غير هذا الشيء تاني، فما حقدر اقول لك انه انت لو بينجك 500 رح تفوت نفس السرعة، لا يعني الموضوع رح يكون انه بينج مثلا 60، ولكن رح ورجيكم قوة الاس اس دي. مثل ما شفتوها قوة الاس اس دي دقيقة و50 ما فاتت اللعبة لسه على اللوبي، هون دقيقة و14 على البلايستيشن 5 فاتت وصرنا باللوبي ورح نلعب. هذا هو موضوع المقارنة. الموضوع ما بيخلص اذا احنا رح نقارن الشغلتين مع بعض ورح نحكي عن كل شيء وعلى الترد لفلوب والقصص السي والمواضيع هي كلياتها. موضوع بسيط، مشاركة بسيطة بس مشانك يا سيف. بتمنى تكون عجبتك هالمقارنة وشفت فعلا شو الفرق بين البلايستيشن 4 والبلايستيشن 5 بالنسبة لكل شيء. وشكرا لك طبعا على التعليق واحلى التعليقات اللي كانت معنا بالفيديو الماضي. كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 وبرعاية الله.
اه شفته شفته شفته. انزل ولا شكله انزل انزل مش على الباونسر. ازاي يا عم؟ عايزين نجيب كلاب، انا عايز اجيب كلب مش كلاب.